الاسم مهدي، مهدي حسين ناصر مطر، مواليد 1984، السكن بغداد الحبيبية، دوام وزارة الداخلية حماية السفارات بالتحديد سفارة الروسية. قبل 4 سنوات تعرفت على شخص أبو شيلان، أو هو يعني يمنى من ضمن الدوام، تعرفت عليه فتعرفت عليه قبل يومين، احتاجيت مبلغ مديون، فقعدت يمه، دخلت يمه للشقة قاعدين أنا وياه، فقلت له على هذا المبلغ، فهو رفض، قال ما عندي. من قال ما عندي صار حكي مشادة كلامية أنا وياه، فيمي كانت سكينة ضربتها بالسكينة طعنت وقع، فردت تخلص من الجريمة. بهالأثناء دخلت زوجته، تفاجأت، ارتبكي تاني هماتيا، فهماتيا قامت تصرخ فضربتها طعنتها هماتيا، طعنتها وقعت. من وقعت خبتهم، نظفت المكان، خبتهم من المكان الحمام، ففتحت البوري مال المي المون دم. بهالأثناء كانت تجي شيلان، من اجت شيلان شافت الوضع، شافتني ارتبكت، فحاولت اهديها، مهدت، ضربتني بالنفاضة، فضربتني بالنفاضة اني ضربتها، ضربتها ضربتين على وجهها فوقعت. يمي كانت مخدة ومال مال مال مسح، فخليت عليها فقتلت. حاولت اخفي الجريمة، ارتبكت، ماكو شيء، يعني شو اسوي، وين اروح، وين هاي، فخفيتها ماتين البنية، نظفت المكان، فدورت على الفلوس، جت مبلغ من المال ما اعرف شقد، دولار ما اعرف، المهم حدود 10,000 فوق او اكثر، ما اعرف، عراقي ودولار. فخفت الفلوس، خفت الغراض والموبايلات، اخذتهن والسكاكين، السكينة اللي طعنت بيها مهاتين اخذتها، حطيتهن بالكيس وطلعت. قلت وين اروح وين اروح، فطلعت على القناة، شمرت الغراب كلهم مني، بعد ماكو مكان اروح له، قلت خل اروح الحوالي، يعني فكرت اروح لاربيل، خذت سيارة خاصة لاربيل وجيت عن طريق بغداد لاربيل، قعدت احد الفنادق باربيل، فكرت ان اسافر. رحت ثاني يوم، رحت دورت على فيزا تركيا او شيء، هالافلام ما لقيت اني. رجعت للفندق القبض عليه.